أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزلزلة دو مرتبہ پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کریم پڑھنے کے برابر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزلها واخرج تل اردو اسکالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا الله پاک معاف کر دو صدقہ پیارے حبیب تھا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.